عايزين نتعلم ازاي ننظم حياة ابننا بشكل ايجابي. تمام. ننظم حياة ابننا، لازم ننظم حياتنا احنا شخصيا، لازم ننظم حياتنا احنا شخصيا. انا برضو بتكلم على احنا دي اللي هو اب وام. الاب والام لما يركزوا ان هم عايزين ولادهم يبقوا كويسين، يركزوا، دي بقى هي بداية التربية. سواء نجحت او فشلت، طبعا طبعا مع يعني مع ان دي هبه من ربنا الابناء الصالحين، بس طول ما انا بسعى طول ما ربنا هي يعني هيجبر بخاطري وهي هيوريني ثمره نجاحي مع الولاد. فانا عايزه ركزت وسعيت، لكن انا بربي كده بس، ما انت محتاج ايه، ما انت بتاكل وبتشرب وبتعمل وبوديك النادي وبتلعب، طب انت بتعمل ايه في النادي، بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتعيش حياتك ازاي. التفاصيل دي هي بقى التربيه، هي دي التربية، بتتعامل مع الناس ازاي. هنظم حياة الطفل، هنظم حياتي انا شخصيا، انا سواء هو في مدرسة او في حضانة او في فترة اللي هي فيها طبعا كورونا دلوقتي الناس ما بتخرجش، ازاي اليوتيوب مليان فيديوز قد كده، ازاي نستغل الوقت الفاضي عند اولادنا في انشطة فنية، انشطة ثقافية، انشطة ازاي ان انا اخليه يتعلم ويستفاد من بلاد بره، وان هو يسافر يعني عن طريق النت، يعني في مواقف كتيره جدا يتعلم من كذا بلد حاجه، يشوف مثلا دول بياكلوا ايه، دول بيشربوا ايه، دول بيتعاملوا ازاي، يبقى عنده ثقافه. يقرا كتير، احنا نقرا له، فكره برضو ان المشاركه ان احنا نقرا له حاجه، دي برضو بتبقى فكره ظريفه جدا ان احنا يعني نستغل بيها الوقت اللي ولادنا قاعدين فيه. لان الطفل اصلا يعني سواء من بدايه صغر، من بدايته وهو صغير لحد ما بيكبر كمراهق، هو عامل زي ايه، زي الاسفنجه اللي هو بيشرب من كله، شايف بابا بيعمل كذا، ماما بتعمل كذا، اخواتي الكبار بيعملوا كذا، فبيقلد فبيشرب من كله. فهو لازم ناخد بالنا كويس قوي من كل تصرف بنعمله، صح، يعني علشان هو بيقتضي بينا، يعني احنا المفروض ابو ام قدوه للاطفال. بالاخص الولاد شويه بتبقى بتخرج كتير، البنات عندها مشكلة جدا في الوقت ده. البنات فعلا ما يعني ما بتخرجش كتير، ما دايما مرتبطة بخروج باباها ومامتها او مع اصحابها، بيبقى فيه مشكلة لو خرجت لازم ترجع في الميعاد الفلاني، ده بيحصل كبت عند البنات. ان الام دايما تشتكي انا بنتي متمردة عليا، بنتي مش عايزة تقلدني في اي حاجة، بيعندوا حتى في مصلحتهم. طب ليه اوصل بنتي لحاجة زي كده، ما انا لازم اصاحبها وشاركها في مشاوير البيت وفي توزيع مصروف البيت وخليها تبقى زوجة صالحة وبنت صالحة. فده هيجي ازاي، هيجي ان انا اركز ان انا ابدأ اخد الخطوات دي مع بنتي. بس يعني فعلا فكرة التربية هي الاساس، يعني انا هربي يبقى انا لازم اقرأ كتير كمربي، لازم لو انا مش قادر على صفة من الصفات اللي ظهرت في ولادي لازم استعين بحد ذو خبرة، اخصائي نفسي او مرشد نفسي او دكتور لو الحاله تفاقمت جدا، دكتور نفسي يبدا يعالج المشاكل اللي حاصله دي ويحلها. لو انا كمربي خلاص يعني جربت كل الطرق الكويسه وصبرت وفضلت مستمر على صبري فان انا احاول ومفيش فايده، نلجا لاخصائي مثلا يرشدنا لحاجه زي كده.